الطريقه باش لعبنا. كنشكر اللعابه بزاف على هذه الطريقه وهذه القتاليه ديالهم واللي ساليناها بانتصار واخا بضربات الجزاء، ولكن كندوزوا للدور المقبل اللي عندنا الوقت ان شاء الله باش نخدموا، وهذه النتيجه كنظن غتكون في الصالح ديالنا، لان بعد واحد العطره اللي كانت عندنا في المقابلات الاخيره هذا الانتصار غيدير لنا شويه ديال المعنويات، وعندنا الوقت ديال تقريبا ديال شهر نعاودوا الاوراق ديالنا ونصلحوا ما يمكن اصلاحوه، وغيكون خير ان شاء الله مستقبلا.